السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور محمد إبراهيم العطار، أخصائي العظام والكسور والمفاصل الصناعية وآلام العمود الفقري وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي. إحنا إن شاء الله بنقدم خدمات عديدة جدا: علاج آلام العمود الفقري، علاج الآلام والكسور، علاج آلام المفاصل، علاج الخشونة، علاج التدخلات الجراحية والتشوهات عند الأطفال، وسواء بجراحة أو بدون جراحة. بنقدم في العيادة خدمات عديدة جدا، منها علاج المفاصل وآلام المفاصل، علاج الخشونة سواء المتقدمة أو البسيطة، التدخلات الجراحية، تثبيت الكسور، تغيير المفاصل، وده تايتل كبير قوي، مفصل الركبة، مفصل الحوض، وآلام العمود الفقري بجميع أنواعها، والتدخلات الجراحية في تشوهات العظام، والتدخلات الجراحية في تشوهات الأطفال وعلاج تشوهات قدمي الأطفال بدون تدخل جراحي.